جراح شاها لم تندمل بعد رغم مضي أكثر من عام على بتر أجزاء من قدمها اليمنى، فهي تعاني من تلف الأعصاب وضعف الدورة الدموية بسبب ارتفاع مستويات السكر في دمها. ما خلاه الدكتور وما راحت علي وما استفادت كل شيء. هذا رجلي راحت، هذا قطعت إصبعي نوبتين ما أقدر أمشي علي، رجلي كلهن مني ما أقدر أمشي علي، وهالسكر ذبحني، عيوني ما أشوف بيهن، والله نوبات أمشي زان أمطخ. تأمين الأدوية هم آخر يضاف إلى معاناة شاها وغيرها من مرضى السكري في مخيم سيري كانيه شرقي مدينة الحسكة، فالمرضى يشكون من غياب الأنواع الضرورية منها فضلا عن ارتفاع تكلفة الأصناف المحلية المتوافرة. أصبت بمرض السكري بعد مقتل أحد أقاربي في مدينة رأس العين. الدواء الذي أتناوله لا يجدي نفعا. تكاليف فحص السكر في الدم وشراء الأدوية ومعاينة الطبيب تكلف قرابة $40 شهريا. المرض عبء ثقيل علينا. الكوادر الطبية تعترف بقلة المراكز الصحية المتخصصة بعلاج داء السكري في عموم مناطق شمال وشرق سوريا، وتقول إنها تواجه صعوبة في توريد الأدوية الضرورية لعلاج مرض السكري بسبب ظروف الحرب. في هذا المخيم وغيره من المخيمات لا يوجد طبيب خاص بمرض السكري ولا يوجد مخابر حديثة للتحاليل. مرضى السكري هنا يزورون العيادات الخارجية لتلقي العلاج. الأدوية التي توصف لهم في أغلب الأحيان غير متوفرة لدينا، والمرضى يرفضون الأدوية البديلة. بشكل عام مدى توفر أدوية الأمراض المزمنة مثل السكري والسرطانات مرتبط بدعم المانحين. نسبة الإصابة بمرض السكري في سوريا تتراوح بين 18 إلى 20% من مجموع السكان حسب مصادر رسمية، ليكون واحداً من بين أكثر الأمراض انتشاراً في هذه البلاد. تردي الأوضاع المعيشية بسبب الحرب وظروف العيش في مخيمات النازحين ولدت ضغوطات نفسية ساهمت في زيادة أعداد المصابين بمرض السكري في عموم البلاد. هيبة عثمان، الحرة، من مخيم سيري كانيه في أطراف الحسكة.